السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بكورس كامل مجاني ويانا. إن شاء الله اليوم راح ناخذ حرف البي كابيتال والبي سمول. بالدرس السابق أخذنا الأي كابيتال والأي سمول، وأخذنا بشكل كامل القواعد المهمة والأساسية ركزنا عليهم. فاليوم إن شاء الله راح ناخذ هذا حرف البي. أريد منكم أنه تركزون ويانا بهاي الأشياء المهمة اللي راح ناخذها. تجيب دفتر وتجيب قلم وتكتب كل شيء موجود ويانا بهذا الدرس والدروس القادمة والسابقة، وأريد منك أيضا تسوي مشاركة وإعجاب حتى الكل يستفاد وأنت تكون سبب بتعلم الآخرين. يلا خلونا نبدي بأول ملاحظة، اللي هي أولا ينطق حرف البي في بداية أو وسط أو نهاية الكلمة. مثل يعني عندنا حرف بي ينطق في البداية والوسط والنهاية، مثل هاي الكلمات، مثل big، شوف حرف البي في بداية الكلمة، وtable شوف البي في وسط الكلمة، ورب في نهاية الكلمة حرف البي. هاي ما عندنا أي مشكلة بيها، مجرد أنه توضيح. نأتي إلى النقطة الثانية، لا ينطق حرف البي إذا جاء قبله حرف M. يعني يجينا حرف بي وقبل البي حرف M، البي لا تلفظ، يعني تكتب ولا تلفظ مثل هاي الكلمات. ركز وياي، warm warm، ما يصير تقول womb womb womb، حتى باللفظ تكون صعبة، يعني تلاقي صعوبة من تلفظها womb womb. لا، بس warm، شوف البي إجا قبلها حرف M، البي هاي silent صامتة لا تلفظ، فقط تكتب warm. كوم، شوف كوم كوم، شوف البي لا تلفظ. كلايم، بم، دم، بلم، هاي الكلمات كلها مهمة جدا، لكن اكو شواذ واكو استثناءات يعني ما تخضع لهاي القاعدة، مثل هاي الكلمات الخمسة لازم تحفظهن. اقول لك استثناءات او تسمى شواذ، يعني شواذ يعني ما لا يعني انت ما يصير انه انت لازم تحفظهن، ما يهن قاعدة. الاستثناءات هي crumble، شوف البي إجا قبلها M، البي لفظة crumble، humble، fumble، tumble، number. هاي أحفظ إن هاي الخمسة وما عليك، هاي الخمس كلمات. نأتي إلى النقطة الثالثة، تقول لا ينطق حرف البي إذا جاء بعده حرف T. عندنا حرف بي ويجي بعده، هناك هاي الملاحظة قبل حرف M ما ينطق، أما هنا البي وبعده حرف T، مثل هاي كلمة that، شوف that، doubt، شوف ما يصير نقول debit أو doubt، لا that، doubt. الاستثناءات، ينطق حرف البي في الكلمات التي تبدأ ب SUB. أكو استثناءات لهاي القاعدة، انه اذا اجى كلمة بدأت ب SUB وبي وبعدها T فان البي تلفظ. مثلا هاي الكلمة، شوف subterranean، subtend، subtenant، و subtitle. هاي الكلمات احفظها، مهمة جدا، وهاي القاعدة لازم تحفظها. سوي مشاركة للفيديو يلا شباب، وسوي اعجاب حتى الكل يستفاد. تواجه إن شاء الله بغير حرف وبغير درس. اكتب كل شيء ما موجود. See you.